استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الإريتري آسياس أفورقي لمناقشة ما تشهده المنطقة من تطورات أمنية خطيرة، حيث أكد الرئيسان أهمية عدم التصعيد واحتواء الموقف في البحر الأحمر، كما تم التشديد على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بشكل يمهد للنفاذ الإنساني الكامل والمستدام للقطاع. كما تباحث الرئيسان التطورات التي يشهدها القرن الإفريقي، حيث تم التوافق على ضرورة احترام سيادة دولة الصومال ودعمها في رفض كافة الإجراءات التي من شأنها الانتقاص من هذه السيادة. كما تم التأكيد على أهمية استمرار العمل المشترك بين البلدين من أجل التوصل إلى حلول جادة للأزمة في السودان تفضي إلى وقف إطلاق النار. أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير خلال فعاليات الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والتركية أن الدولة المصرية تقدم إجراءات لتيسير مناخ أداء الأعمال، والتي بدأت تؤتي بثمارها باستثمارات ضخمة مثل مشروع رأس الحكمة الجديد، داعيا الغرف العربية والتركية إلى الاستفادة من الفرص المستحدثة التي يطرحها محور قناة السويس والرخصة الذهبية وسياسة ملكيات الدولة. شاركت وزارة التعاون الدولي في حفل توقيع بروتوكول تعاون بين إيطاليا والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بموجبه توفر الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي مليوني يورو للبنك الأوروبي لإطلاق برنامج لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. افتتح وزير التعليم العالي أيمن عاشور عددا من المشروعات التعليمية والخدمية بجامعة الوادي الجديد بتكلفة 2 مليار جنيه، وتشمل المشروعات افتتاح مباني كليات التربية الرياضية والزراعة والهندسة ومجمع الملاعب الرياضية. وأشاد الوزير بالإنجازات الملموسة التي تشهدها جامعة الوادي الجديد على كافة الأصعدة. قال مدير إعلام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي يسعى للقضاء على المنظومة الصحية في قطاع غزة والعمل على إخراج جميع المستشفيات عن الخدمة، مؤكدا أن الكوادر الطبية تعاني من الاستهداف الإسرائيلي لها، كما أن هناك كوادر طبية في مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي تتعرض للاعتقال والاستجواب. بحثت مديرة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين مع رئيس الوزراء الأوكراني الخطوات التالية بشأن برنامج مرفق أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو، حيث إن الدفعة الأولى ستكون في مارس بقيمة 4.5 مليار يورو.